والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم طبعا الخميس الموافق 2/6/2016 هو اليوم الذي يصادف فيه ذكرى ولادة الشهيد ياسين العصفور. طبعا نحن تعودنا منذ طفولة الشهيد ياسين ومن أول سنينه الأولى أن نعمل له حفلا مميزا في حياته كان، وعندما كبر قليلا في السادسة والسابعة والثامنة هو من يعني يحتم علينا أن نقيم له هذا الحفل حتى السنوات التي تقدم فيها الرابعة عشرة قبل استشهاده في 15 كان يلح على عمل هذا الحفل لعيد ميلاده، ويعني لا ندري كأنما هو يعني يوصل لنا رسالة بأني أطلب منكم في كل هذه الذكرى عندما تصادف في كل عام أن تقيموا لي حفلا بذكرى عيد ميلادي. اليوم نحن مجتمعين في هذه الروضة الطاهرة أمام قبره الشريف من أجل أن يرانا هو، ونثبت بأننا مخلصون لكل الشهداء وليس الشهيد ياسين كمس. نحن نحتفل في ذكرى كل الشهداء، وشهيدنا اليوم هو غالي عند الجميع وهو محبوب عند الجميع، وكما تفضل أخي العزيز والد الشهيد حسام يكفي بأنه هذا الطفل يشفع له عند الله سبحانه وتعالى في سنه الصغير كما تشفع له شهادته وصفاته المميزة التي كانت في الحياة. الرحمة والمغفرة لكل شهداؤنا الأبرار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه القرابين. كل الشكر وكل التقدير لكل من حضر هذا اليوم في هذه المناسبة الجميلة لشهيدنا الغالي الشهيد ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.